سجلت ولاية تونس خلال 24 ساعة الماضية 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة طارق بن ناصر. وذكر بن ناصر أن الإدارة الجهوية للصحة تقوم حاليا باستدعاء الفئة العمرية فوق 65 سنة وأصحاب الأمراض المزمنة للإقبال على التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، وذلك عبر منظومة إيفاكس. في موضوع آخر، أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بلاغ لها اليوم الجمعة أن الوزير أمير الحاج موسى كلفت المندوب العام لحماية الطفولة بالتنسيق مع المصالح القنصلية التونسية في باليرمو بإيطاليا، التي أفادت بأنها بصدد التنسيق مع السلطات الإيطالية المعنية برعاية الطفلة التونسية البالغة من العمر 4 سنوات التي وصلت إلى إيطاليا في عملية هجرة غير نظامية قصد التمكن من زيارتها رفقة الملحق الاجتماعي للقنصلية والنظر في الإجراءات المتعلقة بتأمين عودة الطفلة إلى تونس. وأضافت أن مكتب المندوب العام لحماية الطفولة سيواصل المتابعة الفورية لهذا الملف واتخاذ ما يتعين من تدابير لفائدة الطفلة ال4 سنوات في انتظار ما سيقرره القضاء في حق والديها. وأشارت الوزارة أنه يجري التنسيق مع وزارة الخارجية لتأمين عودة الطفلة إلى تونس في أقرب الأجال وفي أفضل الظروف. دعا قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم التابع للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم الجمعة وزارة الشؤون الاجتماعية إلى فتح باب الحوار حول ملف تعديل نظام التقاعد في صندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأكد اتحاد الشغل أن آخر جلسة تفاوض في هذا الملف تعود إلى تاريخ أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك الحين لم تنعقد أي جلسة. وأضاف الاتحاد في بيانه أنه لم يتم بتاتا وإلى اليوم إحالة مشروع الأمر المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والبقيم بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحية على أنظار المجلس الوطني للحوار الاجتماعي مثل ما ينص على ذلك القانون المحدث له. في أخبار العالم، أصدرت السلطات الأوكرانية اليوم الجمعة حالة التأهب بشأن ضربات جوية روسية محتملة على العاصمة كييف. وقال مسؤول الأقاليم في بيانات منفصلة على تيليجرام إن هنالك احتمال قويا لشن غارات جوية روسية في الساعات المقبلة. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز قدمته لكم نجلة خليفهاني. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وفي أمان الله.